السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثالث المهني، أهلا وسهلا بكم في أسئلة الامتحان الشامل لمادة اللغة العربية 2023. بالمناسبة هو اللغة العربية ثابتة لكل التخصصات، كل التخصصات هي اللغة العربية وحدة حتى الحذوفات. عندنا السؤال الأول: عين المنادى واذكر نوعه وبين حكمه الإعرابي، يا غافلون انتبهوا. ثانيا: يا فلاحون استثمروا الأرض. ثلاثة: يا فتاة اجتهدي. أربعة: يا حاميا شرف الأمة بورك مسعاك. خامسا: يا طالب المجد اجتهد لا تكسل. عندنا هنا خلينا نشوف شنو الأجوبة اللي على هذا السؤال الأول. بالنسبة الأول غافلون نكرة مقصودة لأن مبني على الواو يصير، فلاحون أيضا نكرة مقصودة مبني على الواو، فتاة نكرة غير مقصودة معرب منصوب بالفتحة، حاميا شبيه بالمضاف معرب منصوب بالفتحة، طالب المجد مضاف معرب منصوب بالفتحة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نجي على السؤال الثاني، يقول: أجب عما يأتي. كلتا تعرب توكيد معنوي مرفوع. ثانيا: كون جملتين مفيدتين تشمل الأولى على صفة جملة فعلية والثانية على صفة جملة اسمية. بالنسبة إلى كلتا، هي ما تعرب توكيد معنوي وحدها هيجي زين، يعني هنا نجي كلتا تعرب توكيدا معنويا مرفوعا إذا جاءتك هكذا، يعني جاءت الطالبتان كلتاهما زين، تعرب توكيد معنوي. كون جملتين مفيدتين الأولى تشمل صفة جملة فعلية والثانية صفة جملة اسمية. اشتريت قميصا ألوانه زاهية، شاهدت سفينة تغرق. شوفون، خلي جملة فعلية صارت صفة جملة فعلية. يقول: عدد مركب يعرب إعراب المثنى في حالة النصب. شاهدت 12 عاملة. شاهدت 12 عاملة. يقول: كلمة جميع من ألفاظ التوكيد المعنوي لا تعرب توكيدا معنويا إلا بشرطين أذكرهما. أول شيء أن يسبقهما مؤكد، يجب أن يلحق بها ضمير يعود إلى المؤكد، يعني مثلا شاهدت الطلاب جميعهم زين، لأن جميعهم الهم عادت إلى الطلاب. كون جملتين تحتوي الأولى على حرف عطف يفيد الشك وتحتوي الثانية على حرف عطف يفيد التخصيم أو التخيير. عندنا اللي يفيد الشك أقول جاء محمد أو خالد، أما أقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف هذا يفيد التقسيم. السؤال السادس: كون جملة تحتوي الأولى على توكيد لفظي للضمير المتصل والثانية على توكيد لفظي للضمير المستتر. كتبنا، نحن، الدرس. نحن هنا توكيد لفظي، العامل يعمل هو بجد، هنا يعمل هو بجد الضمير المستتر، يعني معناها يعمل العامل هو بجد، هو هنا توكيد لفظي. نجي على السؤال السابع، يقول: صغ من الفعل هذب اسم مفعول ثم ضعه في جملة مفيدة بحيث يكون عاملا. هذب يهذب مهذب، المهذبة أخلاقه محبوب، هذا صار عامل لأن به ألف ولام. ثامنا: كون جملتين الأولى توكيد لفظي للضمير والثانية توكيد لفظي للاسم. أنا مجتهدة، أو ذهب علي علي. اذكر موقعين من مواقع همزة القطع في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة مثل ادرس، وفي أول الفعل الثلاثي الماضي ومصدره مثل أخذ أخذا زين. عين المعطوف والمعطوف عليه واذكر معنى حرف العطف في الجملة الآتية: كل فاكهة أو خبزة. المعطوف فاكهة، حرف العطف أو يفيد التخيير، المعطوف عليه خبزة. أعرب الكلمات الملونة اللي يعني تحتها خط: أنجزت هذا المشروع، وعندي هذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. المشروع بدل كل من منصوب وعلامة نصبه الفتحة. خلوها ببالكم دائما هذا
أو هذه أو تلك، من يجي وراها مثلا رأيت هذه الفتاة، دائما الفتاة تعرف بدل، زين مثلا رميت ذلك الكتاب، فالكتاب هنا شنو؟ بدل. دائما من يجي أسماء الإشارة اللي يجي وراها بدل. زين، نجي على الجملة الثانية، النجاح، النجاح للمتفوقين، النجاح مبينة، توكيد لفظي النجاح الثانية، توكيد لفظي مرفوع علامة رفعه الضمة. جاء الرجل راكبا دراجته، بما أنه راكبا دراجته فراكبا هنا منصوبة، فصير حال منصوب علامة كيف جاء الرجل راكبا دراجته، حال منصوب علامة نصبه الفتحة، ودراجته مفعول به، تبه مفعول به إلمن لاسم الفاعل راكب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هنا عندي حسن الطالب خلقه، هنا خلقه منصوبة طبعا، يصير تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو تمييز ملحوظ. الجملة الأخرى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها جو الخط جو أيها الناس، أيها أي أيه منادى مبني على الضم، والهاء حرف تشبيه، الناس بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. والجملة الأخيرة، وصل كل الضيوف، فكل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. استخرج اسم الفاعل والمفعول وبين سبب عمله. عندي اسم الفاعل ناجح لأنه سبق بما نافية، منصف لأنه سبق بألف بهمزة استفهامية، وغافر لأنه وقع خبر. هذه الجمل، خلينا نشوفهم، خلينا نشوف الجمل اللي هن ذني. ما ناجح الكسول، ناجح هي بين اسم فاعل. القصيدة محفوظة أبياتها محفوظة، هي هنا شنو؟ اسم مفعول واقع خبر. أمنصف أنت العاملين، منصف هنا اسم فاعل. ليش اسم فاعل؟ لأنه ينصف منصف، اسم فاعل وسبقت الهمزة، لهذا عمل. ما معاقب الكسول، معاقب يعاقب، معاقب هنا اسم مفعول، معاقب هنا سبقت ما النافية. الكريم غافر ذنوب أصدقائه، غافر هنا اسم فاعل ووقع خبر، فإذا عامل. هذا بالنسبة لهذني الأسئلة. نجي بعد نكمل نشوف شنو عندنا السؤال اللي بعده. زين، عندي أكتب الأرقام بالكلمات في الجمل المفيدة. مكتوب 13 صديق، فأقول سافر 13 صديقا، لأن 3 تخالف المعدود، يعني شنو؟ صديق المذكر، ف3 تصير مؤنثة. في الملعب 2230، شلون اكتبها باللغة العربية؟ اقول في الملعب 2230 مشجعا. دائما خلوها ببالكم، لان 2230 مشجعا هي مبتدأ، فتصير 2230 مشجعا في الملعب، فخلى في الملعب في البداية، مو سووها يعني يقولون 2200، ترى غلط. 64 شكلة، اقول في الحديقة 64 شتلة. زين، ال27 مشارك، أكرمت 27 مشاركا، أكرمت، شوفوا أكرمت 7 صارت مفعول به صح، وعشرين فما أقول أقول وعشرون، أقول وعشرين. 12 طائرة، أقلعت 12 طائرة، لأن 12 يطابقا المعدود. عين الصفة وبين نوعها، العاملون المخلصون محترمون، محترمون صفة مفردة. الطالب المجتهد المخلص الملتزم قادر على تحقيق أحلامه، هنا المجتهد، الطالب المجتهد هنا المخلص هي صفة مفردة. للحق صوت فوق كل صوت، فوق كل صوت شبه جملة ظرفية. أثنيت على عامل يتقن عمله، يتقن عمله هنا جملة فعلية. هذه قصيدة ألفاظها رقيقة، رقيق ألفاظها رقيقة، جملة اسمية. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.